السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى مع بعض النهاردة الشيش طاووق بتتبيلة رهيبة، تتبيلة سهلة جدا، ان شاء الله تكون موجودة عندك في البيت. ان شاء الله هنعملها بورك فرخة، بس ورك فرخة. هنعمل وجبة كاملة متكاملة فيها خضار والكبار وصغار بيحبوها، ومعانا طبعا الفينو بتاعنا عشان نعمل احلى سندوتشات شيش طاووق، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص. ان شاء الله هتجربيها وتعجبك. قبل ما نبتدي الفيديو ونشوف الطريقة، يا ريت نحط اللايك. لو لسه جديدة معايا في القناة يا ريت تنوريني باشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة كده هنبدأ بالتتبيلة. هجيب معايا علبة زبادي، هنزل عليها بمعلقة صلصة او معلقة كاتشب كبيرة لو عندك كاتشب، ومعانا كم فص توم كده مفرومين، ان شاء الله تتبيلة موجودة عندك في البيت. ربع فنجان زيت، معلقة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة بابريكا، معانا معلقة صغيرة فلفل اسود، والملح بتاعنا، ويا سلام لو في معلقة صغيرة من بهارات الفراخ المشوية لو موجودة، لو متوفرة هتدي تيست اعلى برضو. ان شاء الله مكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في البيت. هنقلب بقى المكونات دي كده مع بعض، كده نخلطها كويس جدا. وطبعا معايا ورك فرخة وزنه 400 جرام، خليت بتاع الفراخ خلهولي من العظم ومن الجلد وقطعته مكعبات. ما شاء الله ورك فرخة محمل ووزنه حلو، هيعمل معايا وجبة كاملة متكاملة تكفي 4 افراد، تنفع غدا او عشاء. هحطها في التتبيلة ديت لمدة 4 ساعات في التلاجة علشان تشرب من التتبيلة ديت كده. هنشيلها بقى في التلاجة. مجهزة بقى انا معايا فلفل الوان وبصل مكعبات، مقطعة فلفل الوان مكعبات وبصل مكعبات، مش بحب احط طماطم. لو بتحبوا تحطوا طماطم حطوا، انا مش بحب احط طماطم. معايا الاعواد الشيش طاووق، ومهم جدا اعواد الشيش طاووق دي اول ما تجيبيها تنقعيها الاول شوية في مية. هبتدي احط اول حاجة كده مكعب بصل عليه، مكعب فراخ، وثلاث الوان بتوع الفلفل. مهم جدا ننظم كده الالوان بتاعت الشيش طاووق دي عشان الاطفال، دي بقى يعني الحاجة اللي بتشدهم بقى تشكيل في الالوان. وهبتدي كده اشكل معايا كده اسياخ الشيش طاووق، شكله يفتح النفس. حط البصل، بعد كده الفراخ، بعد كده التلات انواع من الفلفل الالوان. شايفين شكله جميل جدا. هاخد بقى معايا كده بقية التتبيلة بتاعتي اللي اتبقت دي كده بالفرشة، وابتدي ادهن معايا الشيش طاووق. طبعا انتوا شايفين معايا كده في سيخ فراخ بس، مفهوش فلفل الوان ولا في خضرة ولا اي حاجة، لان في ناس هنا موجودين مش بيحبوا الخضار، مش هنقول اسمهم. جهزت معايا كده اسياخ الشيش طاووق كده. هنروح بقى على النار بقى ونكون مسخنين الجريل، طاسة الجريل تكون متسخنة جدا على النار ومدهونة كده زيت. هنبتدي كده نحطها تاخد صدمة، وطول ما احنا واقفين كده نقلب فيها. وطبعا انا بمولع على فحمية كده علشان اديها ريحة الفحم كده، ريحة الشوي زي بتاعت برة بالظبط. طب لو ما عندناش الجريل، طاسة الجريل، عادي جدا هنرصها في صينية وندخلها الفرن، بس هنفتح عليها كل شوية نقلبها زي ما انتوا شايفين كده علشان تستوي من كل ناحية، ومفيش جنب يكون شكل غير الجنب التاني. طبعا خدت الفحمية كده طفيتها بحبة زيت وحطيتها في ورق فويل، ورصيت البقدونس بتاعي قطعته، وهنزل عليه كده بأعواد الشيش طاووق. طلعت معايا ريحتها تجنن، الريحة كانت قلبة البيت، ومش قادرة اقول لكم طبعا على الطعم. طبعا انا حطيتها في السندوتش الفينو بقى، واديني قلبك. هتاخد كده من ريحة الفحم وريحة الشوي، هتاكلوا سندوتشات شيش طاووق مش مكلفة، وانت اللي عاملاه بايدك في البيت بنظافة، وسهل وبسيط، وتتبيلته موجودة عندك في البيت.
ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك، ولو لسه جديدة معايا في القناة ياريت تنوريني باشتراكك، ولو الطريقة عجبتكم حطوا اللايك، واستنوني في وصفات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.